مرحبا شباب، السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله خير. اليوم ويانا اللكتشر الاخير من البيولوجي، ان شاء الله ملزمه حلوه وسهله، ان شاء الله بسيطه. عنوانها الميوسيس، الانقسام الاختزالي. ان شاء الله هاي الملزمه صوره بسيطه بارتين حتى للسهوله من تقروها اسهل، يعني لان شفت اغلب الطلبه من يشوفون المحاضره يعني طويله فيضوجون هالشي. المهم نبدأ بالملزمة. الأوبجكتيف مثل ما عرفنا، at the end of this lecture the students will be able to، بنهاية هذا اللكتشر لازم نعرف بعض الأشياء. define the meiosis، نعرف الميوسيس الانقسام الاختزالي. list the phases of the meiosis، راح نعدد الأطوار مال الانقسام الاختزالي. describe the stage of the meiosis، راح نوصف مراحل الانقسام الاختزالي. determine the future of meiosis، الأوجه مال شنو الناتج مال الانقسام الاختزالي. compare between the mitosis and meiosis، راح نسوي مقارنة بين الانقسام الاختيادي والانقسام الاختزالي. recognize، راح نتعرف الانقسام الميوسيس الاختزالي وين، بالتستس اللي هي تكون الخصاب الميال والأوفري المبايض بالفيميال. شباب راح نكمل. يقول اريد اسوي او اعرف الديفرنس ميوسيس 6، يعني الانقسام الاختزالي بكلا الجنسين الاختلاف مالتهم شنو. الفيميل اوجينيسيس، تكوين البيوض بالمرأة، والميل سبيرماتو جينيسيس، راح يقول لك تكوين النطف بالذكر. هاي يريد يعرف شنو الاختلاف بيناتهم هيجي. How does a trisomy occur؟ يقول لك اكو شيء ترايسومي، هي طفره، شلون مال سيندروم المنغوليه، هي نفسها اكو شيء اسمه ترايسومي يصير بالفيميل. ماشي. list female abnormalities، يعني هنا الحالات الغير اعتياديه اللي تصير بالمراه ونفس الحالات الغير اعتياديه تصير بالذكر. هاي الاوبجكتيف ان شاء الله يكون واضح. فنبدي بالميوسيس. الميوسيس هو تعريف، الميوسيس انقسام اختزالي. كنا ناخذه شو يقول؟ يقول اجريتس نيو ريبرودكتيف سيل وذ ذا هالف اوف ماني كروموسوم از ذا اوريجينال سيل. شنو يقصد بيها؟ يقول لك اجريتس، ينشئ او يخلق نيو ريبرودكتيف سيل، خلايا انتاجيه او خلايا تكاثريه، وذ ذا هالف، مع نصف، as many chromosome as، مع نصف العدد الكامل، the original cell، من الخلية الأصلية. يعني الفكرة من الموضوع شنو هو شباب؟ إنه هو الانقسام الاختزالي يطلع لي خلايا تحتوي نصف العدد الكامل من الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم، مو عدد كامل، نصف العدد الكامل. هسه اكو شيء هنا يقول لك يابا، without meiosis، بدون الانقسام الاختزالي، او اذا كان ما موجود الانقسام الاختزالي، شو راح يقول لك؟ during the of the egg and sperm fertilization، بدون الانقسام الاختزالي من راح يصير fertilization، اخصاب بين البيضه وبين النطفه، would produce، او ايش راح ينتج لي هنا؟ ايش راح ينتج لي اذا صار اخصاب بدون meiosis؟ يعني ايش راح يصير؟ يقول لك راح يصير offspring with the twice of the original number of the chromosome as its parents. يعني شباب اذا ما كان اكو انقسام اختزالي فانه الخلية راح تطلع لي حاوية على عدد كامل من الكروموسومات. تعرفون شنو يعني؟ يعني اذا صار اكو تزاوج بين صار اكو سكشوال يعني بين مرأة ورجل، هذول مو يخلفون طفل؟ هذا الطفل اذا ما كان اكو شيء اسمه انقسام اختزالي، هذا الطفل راح يشبه طبق الاصل الاب والام، طبق الاصل. ماشي. هذا الشيء شوف انا ايش كاتب لكم هنا، يقصد انه لولا الانقسام الاختزالي لكان ذريه هي تشبه الوالدين طبق الاصل، لانها تحتوي مجموعه كروموسوميه كامله. تمام، هذا الحشي اللي يقول لكم اياه هنا. نكمل شباب. يقول لك start with the one reproductive cell، راح نبدأ بخلية واحدة، نجيب خلية واحدة. تمام، هاي الخلية جد تحتوي لي 46 كروموسوم. ماشي. هاي الخلية قبل ما تبدأ بالانقسام الاختزالي ايش راح تسوي؟ تضاعف الدي ان اي، replicates in DNA only once،
شوفوا بالانقسام الاختزالي هنا مو انقسام ميوسيس 1 وميوسيس 2 راح يصير تضاعف مرة واحدة وليس مرتين شباب، هي تنقسم مرتين ولكن تضاعف مرة واحدة، يعني يصير يقول لك ده يقول لك يا بيصير replicates in DNA only once مرة واحدة، لكن يصير شنو divide انقسام الخلايا twice مرتين. شو راح ينتج لي؟ ينتج لي أربع خلايا، كل خلية من هاي الخلايا تحتوي ليش قلت 23 كروموسوم. ان شاء الله الوضحات وان شاء الله فهمت هاي كلش بسيطه. يقول لك يابا نبدا بخليه واحده تجيني حاوي على 46 كروموسوم، هاي 46 راح تتضاعف يد تصير 92، 92 تتضاعف مره واحده وليس مرتين، دير بالكم تتضاعف مره واحده وتنقسم مرتين. زين ال 92 اقسمها اول مره قد صارت 46 والنوبه طلعت خليتين، والنوبه اقسمها مرتين طلعت اربع خلايا كل وحده قد 23، من اجي اجمع 23 و23 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 قد يطلع لي 92. هاي الفكره ابسط من هذا ماكو توضيح، يعني هذا كلش بسيط ان شاء الله. شيء عندي 2 نيوكليير ديفيجن، اثنين انقسام نوويات ميوسيس 1 وميوسيس 2، ان شاء الله راح ندرس الميوسيس 1 بهاي المحاضره. زين الميوسيس 1 شباب كل ميوسيس او كل انقسام ما يبدي الانقسام الا يسبق شيء اسمه انترفيز، طور بيني. الطور البيني شباب اللي قلنا يتكون من جي 1 واس وجي 2 اللي هو يصير بي بروبورتينج فور ميتوسيس اور فور ميوسيس، يصير بي تحضير لعمليه الانقسام ماشي. يقول لك بيفور ميوسيس بينج genetic material is duplicated. بالانترفيس بالطور البيني ايش يقصد لكم ده؟ يقول لك الجينيتك ماتيريال يقصد بيها دي ان اي ماشي، راح يقول لك ايش بيها يصير بيها duplicated تضاعف ماشي. زين يقول لك ميوسيس has two main purpose، غرضين. احنا تتذكرون من كنا بالسادس يقول لك هدف الانقسام الاختزالي نقطتين. اول نقطه راح اقول لكم شنو هو كان بالعربي، حتى اقول لكم اياها نصا مع السادس، يقول لك كان يهدف الى اختزال عدد الكروموسومات الى النصف مما كانت عليه، تذكرون لو لا؟ بالضبط هنا قال لكم reduce the number of the chromosome in half، يختزل عدد الكروموسومات للنصف، making the daughter cells، شو يطلع لي الخلايا الوليده شلون تكون نصف العدد الكامل، يعني haploid نصف العدد الكامل، والبارنتس الام الخليه الام الوالدين تكون diploid عدد كامل. يعني ده يقصد لك يابا انه هو يجيب لك خليه بها عدد كامل ويطلع لك خليه نصف عدد كامل ماشي. الفكرة هاي it is during meiosis that most of the genetic recombination occur، هاي راح يصير هنا عملية تعاور جيني ياخذون الصفات الوراثية بعدين نتعرف عليها ان شاء الله. هاي الهدفين ماشي شباب من الميوسيس. راح نبدي شباب بالفيسز اوف ميوسيس 1، راح نبدي هنا يقول لك keep in mind، خلي ببالك that before meiosis قبل ما تبدي بالميوسيس at all the DNA undergoes replication. يا بفتهمناها هاي، مو قلنا مرة واحدة راح يتضاعف الدي ان اي، قال لك خلي ببالك انه قبل ما يبدي الميوسيس راح يصير تضاعف وين؟ بالدي ان اي، just like it did before mitosis started. مثل يقول لك يابا الميوسيس 1 هو مثل الميتوسيس، يابا انه قبل ما يبدا الميوسيس مثل ما كان قبل ما يبدا الميتوسيس يصير تضاعف بالدي ان اي ماشي. So when you first see لا انت اول ما تشوف الكروموسوم in meiosis 1 they have sister chromatid. بالضبط احنا مو قلنا كروموسوم واحد راح يصير بتضاعف المادة الوراثية الدي ان اي، راح يصير متكون من اثنين كروماتيد، يعني الكروموسوم تكون من اثنين كروماتيد مؤلف ما الشباب. يقول لك يابا خلي ببالك انه قبل ما يبدي الميوسيس قبل ما يبدي الانقسام الاختزالي راح يصير اكو تضاعف وين؟ بالدي ان اي. هذا التضاعف بالدي ان اي ايش راح يقول لك؟ يقول لك انت اول ما تشوف الكروموسوم بالميوسيس 1 اعرف انه هذا من مكون من تو كروماتيد، من تو كروماتيد يا شباب. نكمل يقول لك so we will be talking about tetraid becoming visible. اكيد هنا الكروموسوم الواحد هنا مو كروموسوميين، احنا مو قلنا كروموسوم الكروموسوم يتضاعف، زين هنا اثنين من كل واحد عنده اثنين كروماتيد صارت رباعيه تيترايد اربع كروماتيدات، لان هو مثل ما نعرف شباب الكرومو هنا كروموسومات اثنين خلينا نقول كل واحده منها اثنين كروماتيد، فاثنين واثنين يصيرن اربعه، اربعه باللاتيني تيترا
becoming visible يقول لك تكون مرئية الرباعية نشوفها, ولايننج اب تصطف هيك باتجاه خط, سيبريتنج تنفصل هاي الرباعية, اند دي كوندنسينج يعني تتكثف او يتم اعادة تكثيفها. ماشي هاي الفكرة, هاي كلش بسيطة شباب, ما يحتاج لها عندك التركيز, لان ودي يقول لك هابت راح اشوف الرباعية مصطفة وتنفصل ويصير بها اعادة تكثيف, ها هي rather than a chromosome like in the مايتوسيس, مثل ما يصير بالمايتوسيس. فاينالي ايش راح يصير لك بالاخير؟ احنا بالمايتوسيس من انقسم يكمل الانقسام, ايش يبدي بي انقسام سايتوبلازمي, هنا بالضبط هم راح يصير سايتوكاينيسيس انقسام اختزالي سايتوبلازمي سوري. 2 اني تايم افتر تيتراي هاف موفد اوت اوف ذا اكويتر, شو وقت يبدي الانقسام الاختزالي؟ هاي مهمه شباب سجلوها يمكن, يبدي الانقسام السيتوبلازمي سوري, يبدي الانقسام السيتوبلازمي لما يقول لك انه الرباعيه مو تنفصل اثنين باثنين, الرباعيه لما تتحرك من الاكويتر, اكويتر شنو؟ خط الاستواء, لما تتحرك من يمه يبدي الانقسام السيتوبلازمي جاست لايك الميتوسيس. الفكره عيدها شباب ركزوا وياي, الانقسام السيتوبلازمي شو وقت يبدي؟ لما يكمل الميوسيس. زين شنو بالضبط يعني هيك بالضبط شو وقت يبدي؟ لما التترا هاي الرباعيه تصير بها سيبريتنج تنفصل وتبتعد وين؟ وتتحرك خارج الاكويتر, خارج خط الاستواء, يعني تروح من نومن, فهمتوا؟ هنا انا الفيسز 1 يابا البروفيس, هنا انا بالانقسام الاختزالي الاول كنا نعرف يتكون من 5 ادوار وليس اطوار, دير بالكم احنا عندنا 4 اطوار, الطور الاول ب5 ادوار. البروفيس اي يعني 1 is the further divided into 5 stage يعني الدور, ماشي, وهذا يعني الطور, ركزوا بيناتهم يعني فرقوا بيناتهم سوري. اول دور عندي اسمه الليبتوتين, ليبتوتين, هذا الليبتوتين مصطلح اغريقي منين جاي؟ شوفوا شباب كلمة ليبتو, سوري خلنا أوضح لكم يعني شيء ليبتو, هاي تعني إنه شيء رقيق thin ماشي thin, والتين تعني شنو؟ threads خيوط, ماشي. إذن عرفت يابا إنه الليبتوتين هي thin reeds خيوط رقيقة. الشيء المهم اللي لازم اعرفه وتركزوا لي بي, شو يصير بالبروفيس الدور الليبتوتين؟ يصير كوندنس. شنو كوندنس علي؟ يا بالكروموسومات الجنسيه المزدوجه راح تتكثف, يعني يقول لك ديبليكيت بيرد كروموسوم هوموليوس. شوف ايش يقول, شلون اعرف هاي؟ يقول لك الكروموسومات الجنسيه, ازواج الكروموسومات الجنسيه المتضاعفه, الكروموسومات الجنسيه ازواج يعني مو ازواج, يقول لك يابا ازواج الكروموسومات الجنسيه المتضاعفه يصير بها كوندنس. ماشي يعني شنو اقصد بها؟ احنا مو قلنا كروموسوم واحد, هذا مو كروموسوم واحد, من يتضاعف مو يكون كروماتيد. زين هنا كان الكروموسوم هوموليغاس, الكروموسوم المتماثلين, هذا اني صار شايف الكروموسومات السيستر نسميهن, هذا الكروموسوم الشقيق. الكروموسوم كل واحد يتكلف من الكروماتيدات اثنين, فكل كروموسوم شقيق يعني من يتكونن تترا 4 كروماتيدات. فهو شي يقول لك يابا ازواج الكروموسومات المتضاعفه ماشي الجنسيه يسبيه كوندنس. هذا الشيء كلش مهم ركزوا لي عليه, هاي اهم صفه بالليبتوتين ماشي شباب, هاي اهم صفه ركزوا لي عليها ريتكم, يعني هاي الصفه الرئيسيه او اللي الحدث الرئيسي اللي يصير بالليبتوتين. زين نكمل شباب, هذا الليبتوتين شوف ايش دا يقول لك, دا يقول لك يسبي كوندنس. شنو الكوندنس؟ هاي شوفوا هاي يصير بيها تكثف ماشي, هاي التكثفات تصير بالليبتوتين. هسه عندي شيء اسمه الطور الثاني, طبعا الليبتوتين تذكرون شيء يسموه الدور القلادي ماشي, الزايكوتين كلش سهل يسموه الدور الازدواجي, بالضبط ازدواجي, تذكرون اكو قلادي واكو ازدواجي, انا اشرح اربط الطلاب مادة السادس لين اعرف الطلاب مرحلة الاولى, انت تربط له مادة او تحشي له بالعربي اكثر حيكون اسلس عليه الشرح. زين شباب هنا انا شو يقول لك الزايكوتين, الزايكوتين فيس, الطور الزايكوتين,
الزيكوتين من جاي؟ شوف الزيكوتين شو شباب، قلنا تين شنو هي؟ ثريدز، خيوط. زين زيكوت زيكو هو يعني بير، زوج، ماشي. اذا طور الازدواجي بيرد بيرد ثريدز. زين هنا شو يقول لك؟ شوفوا ركزوا اريدكم وياي الهوموليغس كروموسوم، الكروموسومات الجنسيه بكم closely associated، تكون متصلة كلش. هذا الاتصال مالتها شي يسموه synapses، يعني شباب هذا يصير بتشابك. هسه تقولون شو شوفنا يا هسه راح اراويكم يا شوفوا هنا بالضبط، هذا هاي كروموسومات جنسية، هذا كروموسوم متألف من اثنين كروماتيد وهذا كروموسوم متألف من اثنين كروماتيد، فهنا هاي التشابك يصير. تمام؟ To form pair of chromosome consisting of four chromatids، حتى يكون لك شنو يابي؟ مو قلناها من الساعة. شوف هذا كروموسوم، باعوا الفكرة شنو؟ هذا كروموسوم وهذا كروموسوم، هذا يتكون من اثنين كروماتيد وهذا يتكون من اثنين كروماتيد، هذين شي يسموهن هوموليغس كروموسوم، الكروموسومات الجنسية يعني الشقيقة، هذين اثنيناتهن، كل واحد متألف اثنين كروماتيدات، فشو يكونن؟ رباعية، لأن هنا اثنين وهنا اثنين، فشو يكونن؟ رباعية كروماتيدات، ماشي؟ كل السهلة شباب، إن شاء الله. ايش دي يقول لك؟ يقول لك اكو شيء اسمه سينتونوميال كومبلكس، هذا شنو شباب؟ يقول لك being to form between two sets of sister chromatid، اكو شيء يسموه سينتونوميال كومبلكس. هذا شنو هذا شباب؟ تشوفون هاي الكروماتيدات، سوري قربتها هواي، هاي الكروماتيدات الاثنين ماشي، يصير بيها هذا الكومبلكس ماشي، هذا 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 الفكره مالته. شوفوا هذا لو سيمتوم ماشي. زين هسه شيء يقول لك شباب، هنا يقول لك ان ايتش بايلفنت، كل ثنائي تكافؤ، يعني دي يقول لك بس هنا يصير هذا، انتهينا منه. زين هسه اكو شيء اسمه الباكيتين، الباكي تين شباب، كنا عرفنا انه التين هو شنو؟ ريد، خيوط. زين باكي شنو؟ ثيك يعني ثخينه، ثخينه هيك يصير ماشي. هسه الباكي تين فيز او الباكتينيما من جاي؟ قلت لكم ثيك هذا. هسه شباب قبل ما نبدي بهذا ها اريد اشرح لكم شيء على الصوره، تعالوا هذا كروموسوم، هذا على الصورة حتى تفهموا شنو الوضع اللي يصير عندكم. هذا هوموليغس كروموسوم مو صح؟ قلنا كروموسومات متجانسة، هذا كروموسوم وهذا كروموسوم، سوري هذا كروموسوم وهذا كروموسوم، هذين اثنين كروماتيدات وهذا اثنين كروماتيدات. شوفوا شباب اكو شيء راح يصير يسموه كروز جينيتك ماتيريال او شيء يسموه كروزينج ماشي، كروزينج يعني تعابر شباب. التعابر كنا نذكر اكو شيء اسمه تعبير جيني، تعابر يصير بين الكروماتيدات الغير شقيقة. شوفوا شباب الفكرة شنو؟ يصير اكو شيء اسمه كايزما، الكايزما شنو؟ يعني تعابر. يجي باعوا ركزوا، هذا كروموسوم وهذا كروموسوم، ذن يسموهين كروموسومات شقيقة، لكن هذا الكروموسوم بكروماتيدات شقيقة وهذا كروماتيدات شقيقة، لكن هذا الكروماتيد وهذا الكروماتيد هن غير شقيقات. أعيدها وركزوا وياي، هذا كروموسوم وهذا كروموسوم، ذني طلعن عليهن يطلقن عليهن هوموليغس يعني شقيقات أو جنسيات أو سيستر، نفس الشيء. المهم هذا نعرفه أنه متماثل، ليش؟ نفس الطول نفس السايز ونفس إلى آخره ماشي. كل كروموسوم باثنين كروماتيدات شقيقة، هذين شقيقات وذين شقيقات، لكن هذا بالأصفر وهذا بالأحمر هن غير شقيقات، يسموها نون سيستر كروماتيد، كروماتيدات غير شقيقة. الكروسينج وين راح يصير شباب؟ يصير بالكروماتيدات الغير شقيقة. شوفوا هذا زين، هاي المنطقة شو يسموها؟ كايزما،
كايزما فورميشن، تكوين الكايزما. بقى صار هذا الأصفر شو أخذ؟ أخذ من الأحمر. شوفوا هذا الأصفر أخذ جزء من الأحمر، والأحمر أخذ جزء من الأصفر، ونفس الحالة لجوه. ماشي شباب، هاي الفكرة من الباكتين، من الباكتين. تمام شباب، هذا شرحته كله هو نفس الفكرة هنا. أنا ماشي شباب، وضح الباكتين جديات. اللي يفتهم هذا شرحته فيعني كلش أموره خير. زين، الدبلوتين من اسمه دبلوتين، ماشي، يعني تضاعف. يعني شو يصير؟ الخيوط تصير متضاعفة، ماشي. ايش جاي يقول لك ياه؟ الهوموليجس كروموسوم بينج تو سيبريت. هنا الكروموسومات الجنسية راح اشبيها تنفصل. هسه راح اراويكم صورة، شوفوا هنا وينها. هنا يعني هاي، شوفوا الكروموسومات هي هاي، باعوا بالضبط هاي الفكرة مالته. هاي كروموسومات شبيهة جنسية، ايش صايرة؟ خلي هيك ايديكم واحد فوق الثاني، هاي اصابعكم اثنين السبابة ولا بصف السبابة، خليهم واحد اثنين واحد فوق الثاني. جربوا وياي هاي الفقرة، شو راح يصير لك؟ راح يصير لك هاي الشكل، اثنين فوق اثنين. هسه راح يصير الكروموسومات تبتعد، الكروموسوم عن الكروموسوم، يعني كروماتيدات اثنين يروحن وكروماتيدات اثنين يروحن، لكن ايش يبقى؟ يبقى الكايزما، الكايزما يبقى، هن يبتعدن شوية لكن منطقة الاتصال ايش تبقى؟ تبقى موجودة. خلنا نرجع نقرأ حتى نعرف شنو ده يقصد بيها. يقول لك الهوموليجس كروموسوم، الكروموسومات الجنسية ذن اثنين فوق اثنين، راح يصير بيها سيبريت، تنفصل، but remain attached by كايزما. يعني هن منفصلين، منفصلين بالمعنى انفصلين شباب، ابتعدن واحدة عن الثانية، ابتعدن، لكن شنو اللي وقفهن عن ابتعاد؟ شيء اسمه الكايزما، هذا شرحنا عليه هسه. شوفوا هذا هو اللي وقفهن، ما خلاهن يبتعدن هواي. زين نكمل، اكو قلنا لكم السينابتومينال كومبلكس ديجريت راح يتفلش. هذا وين؟ هذا وين مكانه؟ نرجع ونقول لكم هذا مكانه، هذا الكومبلكس، ماشي. هنا يقول لك راح يتفلش بهذا الطور، ديجريت راح يتفلش، يبقى بس الكايزما، ماشي. الكروموسوم separate from the one another a small amount giving the appearance. يقول لك يا بالكروموسومات راح تبتعد واحدة عن الثانية بشنو؟ كمية صغيرة. شو ينطيني؟ ينطيني هذا المظهر. يقول لك giving this appearance، شو ينطيني؟ هذا المظهر شباب، هذا المظهر ينطيني، باو هذا المظهر ينطيني. زين نكمل، هنا ايش ده يقول لك؟ يابا it is possible that some chromosome and calling may also occur always some gene transcription. يقول لك بعض الكروموسومات ما تلزمها هاي الكايزما، تنفصل، ماشي تنفصل. هاي الملاحظة شباب، هسه اذا حكيت لكم اياها راح يصير عليكم ما واضحة، او خلنا نحكي لكم اياها وبعدين نوضحها ان شاء الله. يقول لك in the developing human ovary، بالمبايض مال الانسان، بالانثى، بالفيميل، البيضة وين تبقى؟ بالدبلوتين، بهذا الدور. شوفوا شو يقول لك، يقول لك يا شباب البيضة تبقى بهذا الدور، ماشي، بالدبلوتين from the fetal life، بخلال مرحلة الحياة، وحتى بالchildhood، بمرحلة الطفولة، حتى شو يصير؟ حتى ينفرز هرمون يقول لك اسمه LH. من هذا ينفرز بعدين ناخذه من البيتشيتري جلاند، لتدخون نفسكم هذا الشيء بعدين ناخذه ونحكم اياه ان شاء الله. هسه هذا اخير شيء الداي كاينيسيد، ماشي شباب، هذا بس انه مجرد هو راح ينفصل، داي يعني موفينج ثرو اوت، ماشي، يعني يصير بها انفصال كامل، كوتينيو يستمر الانفصال، تو سبريت الهوموليجس كروموسوم، الكروموسومات الجنسيه راح يصير بها كونتينيو تو سبريت، اند الكايزماتا موف تو ذا اند اوف ذا كروموسوم. هسه تقولون شنو الفرق بين الدبلوتين وبين هذا؟ انا اقول لكم شنو الفرق شباب. هنا شوف، خليني اقول لكم شغله، الكايزما مو هاي الكايزما، باع مو هاي الكايزما، الدبلوتين من صار ابتعدن شويه عن بعض، والكايزما لزمتهن. هسه هنا ايش راح يصير؟ هنا مو موضحه هو مع الاسف يعني بالرسم، بس راح اقول لكم شغله، مثلا الكايزما هنا، الكايزما هنا خلينا نقول، مو ايش راح يصير؟ راح يصير بالطرف، يقول لك تنتجه نهايه الكروموسوم، ماشي شباب، هذا اللي يقصد بيه.
يقول لك البروفيس اند راح ينتهي ماشي، وش يقول لك؟ يقول لك البروفيس 1 راح ينتهي اند كروموسوم ناو ريكوندنس، راح يعيد تكثيف الكروموسومات. ترانسكريبشن ستوب راح يتوقف النسخ ايضا، اند ذا ترانزيشن تو ميتافيز، ويجهز المن للميتافيز. راح يصير شغلتين، راح يعيد تكثيفه والترانسكريبشن راح يوقف. بس هسه الميتافيز، الميتافيز كنا نعرفه شباب، الجن الكروموسومات المتجانسة، أزواج الكروموسومات المتجانسة وين ترتبن بالنص فقط. هاي احنا خدناها سابقا تصير عليكم سهلة. يقول لك arranged as the double row along the metaphase plate. ما شباب arrangement of pair chromosome with the respect the poles of the spindle apparatus is random along the metaphase. يقول لك يا بأزواج الكروموسومات، مثل خلينا نقول هنا نوضح بالكتاب الله منطينا صورة هنا وينها هاي الكروموسومات. شوف تقول لك يا با هذا هنا هذا الميتافيس، بعد الكروموسومات ازواج وين ترتبن بالنص مال الميتافيس بالنص بالضبط. هسه الانافيس الهومولوجس كروموسوم ان ايش بايلبنت بكل طرف ار سيبريتد اند موف تو ذا بوزيشن او اوبوزيت بول اوف ذا سيل. شنو يقصد بها هذا؟ الانافيس راح تبتعد الكروموسومات من المركز، راح تروح كل واحدة للطرف. هذا هنا أنا موضحه بالانافيس. باعوا شوفوا هي مو كانت هنا اثنين بالطرف، هنا اثنين بالمركز واثنين بالمركز، هسه اثنين منهم راح يروحن لهذا الطرف واثنين منهم راح يروحن لهذا الطرف، بس هذا الانافيس. زين هسه ايش راح يقول لك؟ التيلوفيس رابع راح يكمل هذين الكروموسومات اللي راحن للطرف، راح شي يصير بيهن؟ راح يوصلن للأطراف. وشي يتصور بالأنافيس بالتيلوفيس سوري راح شي يصير شباب؟ يصير نيوكليار ميمبرين ريفورم، راح يعاد تكوين أو يعاد تكوين الغلاف أو الغشاء البلازمي. ماشي شباب وضحت إن شاء الله هذني الأطوار. وهنا يقول لك سايتوكاينيسيس، هنا يقول لك يا بي سيلولار سايتوبلازميك ديفيجن تو فورم تو نيو سيلز. هنا يقول لك الانقسام الاختزال الاول راح يصير وراء انقسام سايتوبلازمي حتى يكون الاثنين خلايا، وبعدين هاي الاثنين شو يقول لك؟ يقول لك تكون لي اربع خلايا، بعدين ناخذ الانقسام السايتوبلازمي الثاني. يقول لك يابا هاي نوتس ان اووسايت ميوسيس بالانقسام الاختزالي بالبيضه الاكستراكشن اوف ذا فيرست بولر بودي انديكيتس كومبليشن. يعني شوفوا شباب يقول لك انه انا من اشوف الجسم القطب الاول هذا شي يشير لي كومبليتيشن اكتمال ذا فيرست ميوتيك ديفيجن. هسه شو تقولون؟ تقولون علم شنو هذا الشخص بيها؟ تعالوا قلت الله القى شيء ولو سوري انا ما محضر المحاضره قبل جيت وفتحت، بس انا راح اقول لكم شغله خلوها ببالكم هاي النوت. خلنا اضيف لكم صفحه. تذكرون شباب بالانقسام الاختزالي مال بيضه، البيضه هاي تجي تنقسم اختزالي اول شطيني جسم قطبي اول، خلنا رسمه صغير حتى نبين مثل ما رسمهم، جسم قطبي اول وتطيني خليه بيضيه اوليه مو صح؟ تتذكرون مو؟ والنوب الجسم القطبي الاول راح ينقسم انقسام اعتيادي، وهاي هم تنقسم انقسام اعتيادي يعطيني اجسام قطبيه اثنين، وهاي همين تنطيني جسم قطبي وخليه بيضيه ناضجه. هذا الانقسام الاختزالي مال البيضه تتذكرونه بالسادسه اخذناه، وهسه اخذناه بالامبريو. بس القارئ منكم امبريو راح يعرف عن ايش احكي. ركزوا وياي، هاي الخليه البيضيه الاووسايت انقسمت اول انقسام، اول انقسام شنطتني جسم قطبي اول وخليه بيضويه. دا يقول لك يابا انت من تشوف هذا الجسم القطبي الاول يعني الانقسام الاختزالي الاول كمل، هيك دا يقصد بي. ركزوا وياي اعيدها لاخر مره، الخليه البيضيه ماشي تنقسم انقسام اختزالي اول وانقسام اختزالي ثاني ماشي. شلون اعرف الاول كمل والثاني كمل؟ دي يقول لك يابا شلون تعرف الاول كمل؟ انه من تشوف الجسم القطب الاول من تشوفه يعني الاول كمل. تمام شباب ان شاء الله تكون واضحه يا رب. يقول لك هاي البودي بولار، البولار بودي جسم القطب الاول فيرست اذا شفته يعني المايوتيك ديفيجن كمل كومبليتيشن صار بي كمل يعني. اللي هنا شباب يخلص الجزء الاول من المحاضره. ثانك يو فور لسينج تو مي، اتمنى لكم كل التوفيق يا ربي. هاي المحاضره الاخيره فشدوا حيلكم على البيولوجي وخلصوا سوا.